وصلنا هلا لختام الحلقه، والختام رح بيكون مع التقرير الرياضي. بكره حلقه جديده من اخبار 7 على 7:30. لقونا، باي باي. هلا ولع بين الصهم رجله، وانتم كفو يا عيالنا، يسكرنا وقت الهدد، اليوم ما يعذر ولد، والفوز ما عنه مصد، وانتو لها يبطلنا. بدأ المنتخب السعودي فترة إعداد تاني بمدينة فرانكفورت الألمانية استعدادا لمباراة أستراليا في 8 يونيو حزيران المقبل ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018. وكان الأخضر قد أنهى الفترة الأولى من البرنامج الإعدادي في العاصمة الرياض. وكان الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك قد قرر إقامة معسكر بفرانكفورت خلال الفترة من 20 إلى 27 مايو أيار الجاري قبل التوجه إلى أستراليا. وانضم لاعبو الهلال والأهلي إلى المنتخب بعد الفراغ من مباراته الأخيرة في الموسم عندما تواجه الفريقين في نهائي كأس الملك وفي الهلال 3-2. وبيحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر منتخب اليابان، وبفارق 3 نقاط عن منتخب أستراليا صاحب المركز الثالث. مصادر في الوفد السعودي أشارت بأن الخطة الإعدادية التي وضعت من قبل المدرب جيدة، ويتمنوا أن يتوفق المنتخب السعودي في الاستفادة من هذا المعسكر وحتى المعسكرات المقبلة. وأيضا كان عم يشير إلى أن المباراة أمام أستراليا ستكون دائما وتكون دائما صعبة. بالمقابل كان عم يشرح الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب للاعبين برنامج المنتخب في هذا المعسكر، وعم بيكون اجتماعه معهم بعد التدريب كما كشف لهم عن أهدافه في الفترة المقبلة. مارفيك أكد ثقته في اللاعبين وذلك خلال المعسكر الذي يأتي ضمن استعدادات الأخضر للقاء أستراليا. وهذه الجولة هي الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018. يأمل عشاق الأخضر أن يروا مجددا منتخب بلادهم والصخور الخضر في مونديال روسيا يلي بينطلق بالصيف المقبل، بعد ما كان المنتخب السعودي قد غاب وأطالت فترة الغياب عن المونديال. وبالتالي فالأمل هو أن يكون المنتخب السعودي في صدارة المجموعة وحتى في المركز الثاني من أجل التأهل إلى المونديال. هنا رفعنا روسنا، لنا نعز انفسنا، لنفسنا.